الاتحاد الرياضي المنستيري حسام تقا وهذا لسعد الشابي. خارج من ليكول دي ريد بول، ليكول دي ريد بول اللي فيها كازينو سالسبورغ، فيها لايبسيك، والفلسفه هذه بنجيب حتى ملاعب، وشفته زاد ما جبت حتى ملاعب اللي عمره اكثر من 5 سنين. الفوتبول اللي فيه برشا جري، نحب الملاعبيه العطشانينك اللي يحبوا يلعبوا كل وقت يجي اجريسيف. احنا نقولوها في المانيا تبروخ ان شبيلر هونجر، يلزمك ملاعب يكون جيعان باش تنجم تلعب، باش تنجم تسهل بتجيب ملاعب عمره 26 سنه وتقول له نحبك تجري 13 كيلومتر في الماتش. شكون هو لسعد الشابي جردة؟ التونسي النمساوي صاحب الجنسيه المزدوجه والاسم الثلاثي اللي من المتوقع يكون رسميا ربان جديد لفريق الرجاء في الساعات القليله القادمه. لسعد الشابي جردة هو مدرب تونسي يحمل ايضا الجنسيه النمساويه على اعتبار الفتره الطويله اللي قضاها في تدريب فريق راتيابو لينز النمساوي، واللي قضى معاه حوالي 8 سنين واللي ساهم في صعوده من القسم الرابع الى القسم الثاني محليا. ومن خلال هذه الفتره غادي يحصل لسعد على شواهد تدريبيه اساسيه والمعترف بها من طرف الاتحاد الاوروبي حتى وصل لاعلى شهاده اللي هي الويفا ا برو، واللي خولت ليه يكون مكون ومحاضر رسمي للاتحاد الاوروبي، وهي اعلى درجات التحصيل الاكاديمي في القاره العجوز. ثم غيتحول كمساعد نبيل معلول في الجيش القطري سنه 2014 لمده موسم واحد، ثم غادي يرجع باش يدرب فريقين نمساويين في الدرجه الثانيه اللي هما اوستريا لوتسينو وايس فيريد. من بعد غادي يخوض لسعد تجربه غير تقليديه، وهذه المره بتايلاند بشرق اسيا، ومن خلالها غادي يخوض فريق راتشوباري متروبول في الدوري التايلاندي. ثم غتجي اخر تجربه ليه واللي عطاتو اشعاع واحترام داخل تونس، واللي من خلالها غادي يقود فريق الاتحاد المنستيري الاول لقب في تاريخهم، ويقدر يحصل كذلك على المركز الثالث، وهو انجاز غير مسبوق في تاريخ الفريق التونسي الساحلي. يعني كخلاصه، البالماريس ديال لسعد الشابي كمدرب ممكن نقيموه من جوج زوايا: جد مشرف وقوي اكاديميا، لكن عمليا ماشي كبير ان لم نقل متواضع. جمعية كي تلعب لها 3 مرات في العام تحفظ وتربحك، راك ماكش اونترونور مهما تكون قوة الجمعية. هي ربحتك مرتين. ربحتني مرتين، وانا جيت سيور ثالث مرة ما تربحناش. ما كاين حتى شي ضمانة في كرة القدم كتقول باللي المدرب اللي نجح سابقا غينجح حتى اليوم وغدا، حيت الظروف في كرة القدم تتغير وعمرها ما كانت علم ثابت. لكن الورقة التعريفية اللي ذكرت كانت مجرد مقدمة نعرفوا من خلالها منين جاي المدرب الجديد ومين ممكن نبداو نناقشوا الفلسفة ديالو الكروية. لسعد الشابي خريج مدرسة النمساوية القريبة جدا من جارتها الألمانية، والأساسيات ديالها هي السرعة والقوة البدنية والانضباط التكتيكي، واللي هي اللي كيركز عليها أساسا لسعد الشابي كثيرا كل ما ذكرنا عبارة الفلسفة الكروية. الكيب اللي تخرج اللي تدخل للتيران بأن سيستيم واحد ما تنجمش تنجح، كما يقول لي هو يقول لي انا نقف درجين ما نتفرجش في ليكيب نتاعي، نتفرج في الانترنت ديال ليكيب ادفيرسير، وقت يقعد ويعرف السيستم نتاعي ويحكم على الجوا نتاعي هو يقف يلقى سيستم اخر يلعب. نركزوا عمليا هذه المره على فلسفه لسعد الشابي، واللي منحات الاتحاد المنستيري شخصيه قويه وانضباط ومرونه تكتيكيه، ومنحاته ايضا باكوره اول القابه عبر التاريخ. مع الاتحاد المنستيري المشروع التكتيكي الاول والاساسي كان هو 4-3-3، لكن هذا الرسم كان كيتغير بناء على قوه الخصم في الاطراف. يعني ملي كيحس لسعد الشاب بان الاظهره ديالو ما تقدرش تجاري سرعه الاجنحه ديال الخصم، كيلعب بثلاث قلوب دفاع باش يعطي تغطيه عرضيه للدفاع من دون ما ينقص من فعاليه الاظهره اللي عنده هجوميا. اتقان لسعد الشابي لاسلوب 4-3-3 خبر زوين ومطمئن بالنسبه لي انا شخصيا، حيت في الرجاء كاين فائض في لاعبي الارتكاز اللي ممكن ينقلوا الهجمه ويتحولوا لنصف اجنحه في الهاف سبيس. للاسف ما جا حتى شي مدرب الفتره السابقه قدر يخرج من السكواد. لسعد الا قدر يعطينا وسط ميدان ثلاثي في الرجاء مع مرونه وجوده في التحولات، غيكون اكبر مشروع تكتيكي دار في الرجاء منذ سنوات. الكرة راهي ما عادش بطحة نهبطوا نلعبوا 6-6، الكرة اليوم ولات علم، الكرة ولات اليوم تخطيط، الكرة ولات اليوم. أنا سيدي أحمد النجم يقول لك
نخدم انا والستاف نتاعي 12 14 ساعه في النهار. الملاعبيه يبداو يلوموا عليا يا اخي ما عندك كوره في مخك، هذيك الخدمه نتاعي. لم تفهموا خير مني توما دي تكنيسيان، اما البريسينغ اللي قمت به طيله 85 90 دقيقه لم يكن بريسينغ اعتباطي، عملت بريسينغ على ملاعبيه معينين اللي هما يخرجوا الكره بتاثير نظيفه في الترجي، وخليته العكس معناتها هما يخرجوا كل هذاك. على شفنا هاك اللي جو ديريكت اللي شفناهم واسترجاع الكره بسهوله وبسلاسه، هذيك الاتحاد المناسيري. انا مانيش تكنيسيان لكن هل صحيح السؤال اللي قلته؟ او جاوبك انا بسهوله، جمعيه كي تلعب لها ثلاثه مرات في العام تحفظها تحفظ وتربحك راك ماكش انترينور. مع لسعد الشابي تفوق الاتحاد المنسيري بشكل كبير على مستوى الكرة الثابتة، وكانت القوة الهجومية الأولى للفريق. جميع الكرة الثابتة كيتلعبوا في استراتيجية معينة، وحتى جودة المنفذ اللي هو إلياس جلاسي عاونات في هذا الجانب. يعني في الرجاء خاصو يلقى المنفذ رقم واحد للكرة الثابتة، واللي حسب وجهة نظري المتواضعة ما يمكنش يخرج على سفيان رحيمي وعبد الإله حفيظي، ويمكن يبان عنصر جديد معاه، وهذا الشيء اللي كنتمناه. النقطة الأخيرة اللي غنركز عليها هي شق التواصل والتحفيز، واللي خلاته يكسب احترام المجموعة ويجمع السكواد على فكرة واحدة وهدف واحد، وهذا الشيء بشهادة اللاعبين ديال المونستير اللي معاه لقاو راحتهم وكان عندهم حافز كبير للعمل والجري داخل الملعب. ومعه ايضا تطوروا على مستوى الفردي، حيت كل واحد زادته شي حاجه جديده في العام اللي درب فيه النادي التونسي. الحاجات اللي زادها لنا اللي هي لازمك ديما تجي في الوقت، والحاجه الثانيه بالحق دخل فينا عقليه معناها ما عادش نخمموا كيما مثلا جوار تونس، بدانا معناها طلعنا باليه اخرى ودخل فينا برشا حاجات باهيه ما نجمش نحكيها لك على خاطر هذيك ما نجمش نحكيها. لسعد الشابي غادي يجيب معاه الطاقم ديالو في الرجاء المعد البدني عمر بن وانيس اللي هو استاذ اول مميز في التربيه البدنيه ومدرب كره القدم محترف ومتحصل على دبلوم كاف ا وعلى الماجستير في الاعداد البدني والتحضير الذهني، واللي سبق ليه الاشتغال بالمنتخب الاولمبي التونسي والنجم الساحلي كابرز محطاته المهنيه. كاشاره اخيره او كمعلومه، لسعد كان بين المرشحين بقوه لتدريب المنتخب التونسي خلفا لفوز البنزرتي قبل الاستقرار على مندير الكبير اللي حتى هو ما عندوش بالماريس كبير، لكن رجل قوي الشخصية ويؤمن بالانضباط والعمل وإلى حد ما شبيه لسعد الشابي من حيث الشخصية. كنتمنى كل التوفيق لسعد الشابي مع فريق الرجاء على أمل أن يجد المساندة من كل مكونات الرجاء وعلى رأسها اللاعبين للانخراط في العمل ثم العمل ثم العمل كشرط أساسي من أجل الرفع من المستوى الفردي والجماعي للرجاء، على أمل أيضا تحقيق أهداف رياضية كبيرة بإذن الله. برافو الملاعبية بالشيء اللي قاموا به ديسبلين. شفنا جمعية اسمها الرجاء، جمعية كبيرة ياسر، اليوم لقات مشكلة في المستير، لقات مشكلة في المغرب، عرفنا كيفاش نلعب وعرفنا كيفاش نقفوا. بلنتيات ضربة حظ، مبروك عليهم، إن شاء الله معهم ربي، نتمنى لهم إن شاء الله يهزوا الكؤوس اللي جايه.